لانك تصلي في البيت. طيب بيسال قال والده ماشي على طريق الصوفيه وقال له تصلي في البيت، هو انت قال له عاجبه يعني الصلاه في البيت، هو ما عاجبه الصلاه في البيت لكن ما درك تسمع التوحيد، ما درك تجي الجامع عشان تسمع التوحيد، ده موضوعه كله. ها هو عليه زاده. طيب يا اخواننا الحق واضح، الحمد لله الحق بقى بين واضح، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ونحن ما قاعدين ندعو الناس يا جماعه، ولا يوم من الايام ما جينا قلنا لك انتمي لينا ولا اتبع لينا ولا الدين البياض ها ولا اي شيء. احنا جينا بنقدم لك كتاب وسنه فقط، كتاب وسنه، ومن قبلنا وكثير بس بديك المساله ودليلها، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال العلماء، ما عندنا غير كده كويس. والدعوه اللي بندعوك لها وبنخالف فيها الصوفيه، الصوفيه بيقول لك يا اخي انت ترجع لشيخنا وتدعو الشيخ وتنده، ونحن بنقول لك ما تنده، الكلام ده عوج، بس ادعو الله. العوج وينه؟ ما في عوج، وده الكلام الحق. وحتى لو منعك منه والدك ولا انت ولا اي زول ثاني ما عنده دليل، وربنا يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الليله الصوفيه لو قدموا لنا دليل كان بنبقى معاهم، بس اللي يجوا يقدموا لنا دليل على حاجاتهم دي يقولوا بينده الشيخ، هاي بس ادونا دليل ننده الشيخ. بتقولوا انه نبني القبه على القبر بتاع الشيخ، كويس جيبوا دليل. وين الدليل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال نهى رسول الله، نهى رسول الله ان يبنى على القبر. طيب ثاني في طريقه؟ نهى، قال لك ما تبني. اذا يبقى يا اخواننا عندنا جوابا على اخونا الفاضل، انت تجي المسجد وما في حد عنده الحق يمنعك ابدا، ولو ابوك ما عنده حق يمنعك من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا ما يعتبر عقوق، ما يعتبر من العقوق، لأن العقوق النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعة في المعروف. لمن يأمرك بمعروف، أبوك قال لك يا ولدي الليلة ناس فلان ديل عندهم مناسبة وأنا ما بقدر أمش، ها عندهم زواج عندهم أي حاجة، هاك القروش دي امشي عليك الله اقيف معاهم في المناسبه دي، ده معروف ولا ما معروف؟ معروف وخير، لو ما مشيت تبقى عاق، عاق والدين، امشي اقيف على الناس في المناسبه وفي الخير كويس؟ امرك باي شيء من البر والطاعه، قال لك يا ولدي عليك الله سوقني لي عمتك دي ساكنه بجاي في العبود، اروح لي عليك الله وديني لها زياره انا طولت منها، انت تقول لي انا ما بوديك ما فاضي لك، ده عقوق ولا ما عقوق؟ عقوق لانه امرك بمعروف. اما لو ابوك قال لك ما تمشي الصلاه أو قال لك الليلة أفطر، بس الليلة إلا تفطر، لو ما فطرت أنت عاق والدين، هذا ما ما هو في الدنيا معروفة. أيوة صحيح كلامك يا حمد، صحيح إنه شنو فلا تطيعهما يعني في الغلط في الحرام ما تطيعهم، لكن خلي بالك معي قال فلا تطيعهما، لكن ده ما معناه تنبذهم وتكيل لهم وتمرك تفوت. فلا تطعهما قال وصاحبهما في الدنيا معروفه، حتى لو كان كافر ابوك، كافر عديل كده ده لابس صليب، قال لك راح معايا الكنيسه، الله قال لك فلا تطعهما كويس؟ قال لك يا اخي افطر معايا رمضان، الله قال لك فلا تطعهما، لكن معناه انا اشيل له صليب وده واديه في راسه وامرك افوت؟ فلا تطعهما، قال لك وصاحبهما في الدنيا معروفه، احسن له عندك قريشات الدين ولو كافر بصليبه معامله طيبه، معامله كريمه لائقه واحترام في امر الدنيا. وصيه القحطاني لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.